مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة اليوم غنتكلموا فيها على الدوري الرمضاني اللي كيتقام بملعب القرب بالمويلحة كما كتشاهدوا أمامنا. هنا في الخلف ديالي كاين ملعب القرب اللي كانت كتنظم فيه عدة دوريات ورمضانية. بينا كنتفاجئوا هذا العام بأن عدم تنظيم هذه الدورة. معنا اليوم أحد أيقونة التنظيم الدوري الرمضاني، الأخ موسى الرويس، اللي غيتكلم لينا على الدوري الرمضاني وعلى الأسباب اللي خلات هذا الدوري ما يدارش هذه السنة. السلام عليكم الأخ موسى. السلام عليكم أخ أيوب، شكرا على الاستضافة. يمكن لك تكلم لينا على هذا الدوري اللي كان كيمر هذه 7 سنوات وكانت كدوز كل دورة بنجاح. الحمد لله الدوري عنده تاريخ ديال 7 دورات متتالية. كنا آخر دورة اللي كانت فيها المجانية شاركت فيها شي 42 فريق معدل 10 لاعبين في كل فريق، يعني 420 اللي شاركت في ذاك الدوري ديال 2023. سالب بطريقة زوينة، فازوا به الفريق المتوج. الحمد لله كل سنة كانت كتمر بطعم خاص ديالها. كنا كنشاهدوا هنا، كانوا هنا عدة نجوم كيحضروا هنايا في هذا الملعب. تكلم لينا على هاد النجوم اللي كانوا كيمروا هنا في هاد الدوري هذا. باش نحطك في الصورة الأخ أيوب، النجوم كاع اللي كانوا كيحضروا كنا كنديروا لهم مثلا لي أوف ديال الدوري الرمضاني، كيكون في كل 5 الجولات ولا 6 الجولات كندير أوف اللي كيحضروا فيه قدماء ديال الكرة الوطنية بصفة عامة، ماشي غير قدماء ديال المدينة الجديدة. كانوا كنعطيهم ماتش في داك الروبو كيلعبوا، وفي الفينال ديال كل نسخه كنا كنصادفوهم كنجوم اللي كانوا كيمنحوا الجوائز للفريق المتوج والفريق الوصيف. يمكن لك تكلم لينا على شنو هي الاسباب اللي خلات هاد الدوره ديال هاد السنه ما تنظمش؟ الدورة ديال هاد السنة كان تجميد ديال النشاط الدوري الرمضاني، النشاط ديال الدوري الرمضاني باش نحطك في الصورة الأخ أيوب، ما كانش كيتنظم تحت لواء شي جمعية ولا شي حزب، كان مستقل. واحد الرجالات اللي كانوا كيناضلوا كيساهموا بالغالي والنافذ ديالهم بالمجهود ديالهم باش ينجحوا ديك الدوره. فيهم جدير بالذكر، خاصني نجبد هاد الاخوان اللي كلات العصا في هاد الدوري، امين المالكي، ياسين المالكي، محسن حارقه، ناس اللي جاهدات باش كانت كيتنظم الدوري وكيعطيو من وقتهم 30 يوم باش يكمل على احسن ما يرام. وما عمركم توصلتوا بشي جهات معنيه ولا شي جمعيات ولا باش يكونوا سند لكم في هذا الدوري هذا ويدعموكم شويه؟ شوف اخ ايوب، كانوا جمعيات اللي فات منا ذكرناهم، كانت عروض ان غير تحط الاسم ديال الجمعيه في الدوري الرمضاني ونحصلوا على واحد تمويل الجوائز ولا هذه. وكانوا جمعيه رياضيه في 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 في, في ملعب الشهاب، وما كانوا كيبغيو، ولكن ما يمكنش واحد المجهود ديال الرجال يفوز به واحد الجمعيه، اللواء ديال الجمعيه اللي غتفوز بهذاك المجهود ديال هذوك الرجال اللي غيتكرفصوا في ديك 30 يوم ويضحيوا حتى بالجوائز وكذا. كنا دائما رافضين اننا نكونوا تحت لواء الجمعيه، وهذا هو السبب اللي كان هاد السنه باش ما جمدنا النشاط، لان كانت واحد الجمعيه وكانت عروض. ومن اعضاء مجلس البلدي، باش نحطوا بدك الاعضاء مجلس البلدي، كانت المنافسه باش شكون اللي غادي يفوز بالصفقه، واخا هي غير دوري رمضاني شكون اللي غيفوز بالصفقه. وانا ما عنديش مشكله ايوب اللي جابت الفرصه ونسمي. واش حتى هذا الشيء حتى هو ولا فيه صفقات ولا فيه؟ عند صفقات ملي كتسمع نظم الدوري ونجيبوا لك البوليس والقوات المساعده، زعما راه هادشي بحال صعيب،
يعني وفي الدورات اللي فاتوا واش كان كيجيو البوليس وهاد القوات المساعده؟ لا لا جامي. واش كانت قوات المساعده؟ انا قلت لك زعما مكناش تحت لواء شي جمعيه وكنرفضوا، لاننا كنفكروا هذيك الجمعيه تمشي للمجلس البلدي تاخذ دعم. شنو الاساس ديال الجمعيه؟ الجمعيه هو دير واحد النشاط، دير واحد الانشطه ترفيهيه. من انقاطعك سمح لي، من خلال الشهرة ديالك في الحي ولا وسط الاحياء ديال مدينة الجديدة، واش ما فكرتوش انت والناس اللي معاك باش تحاولوا تأسوا واحد الجمعية وتمشيو بها من هنا للقدام؟ اخ ايوب باش نشرح لك الجمعية شنو الغرض بها. خاصها تكون كدير انشطة، كدير تنمية في مدينة، كدير انشطة ترفيهية ريادية، نشط دير أنشطة. احنا لدابا في ملعب الشهب التكوين ديال الصغار قلت لك 2500 للسنة، تكوين 2500 درهم للسنة، والمجلس البلدي كيدعم الجمعيات اللي في الريادية اللي في ملعب الشهب، وكيدعموا كاين اللي دعماته ب 36 مليون، كاين اللي دعمت الجمعية ديالو ب 20 مليون، ودير انخراطات بفلوس كثيرة، وزائد أن الملعب فابو خاصها تسمى شركة ما تسماش جمعية. مشكون إلا كنت غندخل ندير جمعية باش ندير هادشي، من الأحسن بقى راجع له. يعني كما كنا كنشوفوا في السنوات اللي فاتت بأن هذا الملعب هنا ولا في الجنبات ديال هذا الملعب كانت كتعج بزاف بالناس، والناس كانوا كيلقاو واحد المتنفس اللي باش كيجيو كيتفرجوا كما كنقولوا حنايا، كيجيبوا ديك الوقيته ديال الفطور. يعني الناس هنا كتعج، وكانت واحد التنظيم كان في المستوى. صراحه حنا شهدنا بهذا الشيء كامل، يعني كان واحد التنظيم في المستوى، وبينا تنتفاجئوا. ما انا زعما هاد الناس هادو اللي كيديروا هاد العراقيل بحال هكا ولا هادشي، راه الله يهديهم. هادشي في مصلحه الجامع زعما، هادشي يعني حوايج ترفيهيه. انا درت واحد الجوله دابا ملي قبل ما نجي عندك، درت واحد الجوله على التيرانات كاملين اللي كاينين هنا، الملاعب القرب اللي كاينين في مدينه الجديده، ما بانت لي حتى شي تنظيم، حتى شي دوري، حتى شي حاجه. يعني تنتفاجئ بالاحرى كنشوفوا دابا في القرى كاينين بلايص اللي هما في القرى، وكاينين تورنوات، وكيحضروا رؤساء الجماعات، وكيحضروا ناس مسؤولين كبار. وما ما فهمتش انا علاش هاد مدينه جديده ما بغاش تقاد، والله ما فهمت علاش. مع الاسف كاين تطاحوا ناس، انا قلت لك ما نجبدش اسماء لاعضاء في المجلس البلدي، كاين تطاحوا ناس باش يفوزوا بالصفقه ديال تحت لواء دوري الرمضاني المنظم من طرف موسى الرويس والرجالات ديالو. احنا دائما كنا كنرفضوا هاد الاشياء. الا كانوا عندهم شي وحدين في الملحه ديالهم، ولكن اللي عزيز عليه يكون تحت قياده شخص ما، سواء في المجلس البلدي ولا في بلاصه اخرى، نحن لا نحب ان يتحكم فينا انسان كيفما كان نوعه. وحنا مشاهدينا الكرام من هذا المنبر كنوجهوا الرساله للناس المسؤولة والناس المعنية بأن يديروا واحد الالتفاتة حول هاد الدوريات، لأنهم هاد الدوريات هما كنقولوا من الطقوس الرمضانية، يعني ولاو كينعدموا بمدينة جديدة، يعني شي حاجة مؤسفة وبزاف. والله يهديهم. وكلمة أخيرة الأخ موسى، واحد الكلمة أخيرة باش نقطعوا داك الشك باليقين. إلا كان شي جهة كيف ما كانت جهة ولا مؤسسة دعمت الدوري بدرهم واحد سنة من السنوات، يدهم طويلة عليه يجبدوا الدليل. وإلا كان من هذوك القدامى ولا من هذوك اللاعبين شي نهار جاوا هنا بغرض أنهم يساهموا ماديا ولا يعاونوا، نحن هنا مازال على الذكرى. ويقول لك الزمن يكذب الغطاس. اش غنقولوا؟ لا اله الا الله، هذا الشيء اللي غنقولوا. مهم كلمه اخيره شنو تقول لنا فيها؟ الله ييسر الجميع، الله يعاون الجميع، الله يفتح بيبان الخير للجميع، افتح الخير مع عقلك ومع الناس، وتمنى الخير للناس وما غيضيعكش الله. وبهذه الكلمه الاخيره كنختتموا هذه الحلقه ديالنا. مشاهدينا الكرام دمتم في رعايه الله وحفظه، والى حلقه قادمه ان شاء الله.